مساء الخير، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. طبعا اليوم عندي شغل كلش هواي. عايش بدونك حاله نوعيه، الدنيا حلوه وادري بيلاني من رهبه الدنيا. جماعتي بالسناب انا ما ادري، اسف يعني ما جاي اتذكر، قلتيكم كل عام وانتم بخير، ما قلتيكم والله ما ادري. يا خوالي امور الدنيا كل عام وانتم بخير. قول هاي شمسة وطلاب طلابتك، ابن الاوادم ما يسوى سوايتك، تاكل بماعون غيرك والله عيب، وشامر عيونك على الممالتك. هاي فوق خدودها مبين اثر، مبينه صار اسبوع ما كلها السهر، وحتى قلبي يصيحني ويقل عيب، وقف وقف كافي لا تاخذ صور وخر البر، لا ما تلقى شيب ان شاء الله من اليوم اموت من القهر. كنت ظلاك تسير صير جروحي علاجي، صرت مصدر انزعاجي ينزف مزاجي، لكن رجعت مزاجي حجت طلع وهاجي. بقلب البنية اكو حنان، قلب الرجال شكو، اريد جواب مقنع. طبعا بالمدينه الرياضيه راح استلم الباج مالتي وراح اغطيكم تغطيه ان شاء الله بدايه المباراه، وتغطيه راح من داخل المدينه الرياضيه. ما بقى الا القليل. محمد الصحاف راح يلعب اساسي. يا حبيبي انت راح يلعب اساسي، احنا احد المنظمين والمؤسسين ان شاء الله بهاي البطوله. لو ما انا تصير انت محمد تعال اقول لك شنو رايك بالاجواء، شنو رايك ساعدهم على هاي المنظر يا اخي؟ مرعب يعني، كنت وايد العالم يلعبون ما يفكرون هم بالجمهور، اصلا الجمهور يكون دافع للفريق. ما تطبخ عدل وغير مرعب. لا لا بس هم ويا الجمهور، اذا الجمهور قوي للفريق طبعا يصير لهم دافع. الله يوفق كل اللاعبين والله على هيك اجواء. يوم اتمنى اصير لاعب، انا اتمنى اصير لاعب والله. حلوه قول النوبه، وصل عدل. صل على محمد، وصلتني روح لفدوه، وصلتني الحلوه. ان شاء الله ننتظركم بالافتتاح. ملعب البصره ليلا وحده التدريب. طبعا جينا نستلم الباجات مالتنا، وان شاء الله التوفيق لكل المنتخبات العربية. التجهيز مستمر 24 ساعة ان شاء الله. شوميلة شوميلة، حي الله حي الله قطر والله، سيارات قطر كل شوية بالبصرة، نور الدنيا احلى ناس.